نبدأ بهذه الزيارة اللافتة للانتباه في الواقع، زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب. من تلكم الانفراجة في العلاقات بين ألمانيا والمغرب إلى هذا الانفتاح المهم بمواقف سياسية قوية وبإرادة تم تعبير عنها في الذهاب بتعاون ثنائي إلى أبعد مدى، ما دلالة ذلك؟ شكرا سي محمد على الاستضافة. أرى أن هذه الزيارة هو حدث مهم جدا بالنسبة للدبلوماسية المغربية. كيف نفسره؟ طبعا لاحظنا أن ما يميز الدبلوماسية المغربية مؤخرا خصوصا الدبلوماسية الملكية هو تنويع الشركاء. هذا يعني الانتقال من الشركاء التقليديين إلى شركاء جدد كألمانيا وهولندا ودول أوروبا الشرقية. إذن ولكن إذا حاولنا البحث عن أسباب المباشرة التي جعلت هذا الزيارة مهمة جدا، هي أن أولا نلاحظ هنا تحويل العلاقة الألمانية المغربية من لا مباشر إلى مباشر، علما أن المغرب يلعب دورا مهما في الاتحاد الأوروبي كحليف استراتيجي كشريك استراتيجي، وكذلك في برلمان مجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية. وهنا طبعا الوفود البرلمانية أو الحكومات الألمانية المتعاقبة لاحظت أن المغرب بلد بدأ يتحرك، بلد حيوي بالنسبة للديمقراطية المحلية، بالنسبة للحكامة الجيدة من خلال هذه المنتديات. وهناك نقطة أخرى وهو أن دور الجالية المغربية المقيمة بألمانيا التي الحمد لله تحولت من هجرة عادية إلى كفاءة كبيرة جدا. وهذا ومن الأسباب، هناك أسباب أخرى استراتيجية اهتمام بها. ألمانيا هي طبعا بلد رائد في أوروبا كقوة اقتصادية أولى في أوروبا، وكذلك المغرب بالنسبة لألمانيا بلد رائد في أفريقيا. وألمانيا هنا تريد ربط علاقات عميقة وذات مصداقية مع القارة الإفريقية، علما أن المغرب يلعب دورا محوريا هنا. لماذا ألمانيا مختلفة عن الكثير من البلدان الأوروبية؟ لأن ألمانيا نوعا ما شريك بريء بالنسبة لإفريقيا. ألمانيا لا تتوفر على مستعمرات في إفريقيا سابقا. ألمانيا كانت دائما تدعو إلى العولمة في فكرها، مثلا إلا استحضرتم جوتا الفيلسوف الألماني في القرن التاسع عشر، الأول من استعمل كلمة العولمة the citizen of the world، حينما كانت الدول الأوروبية لا تعرف هذا العالم وإنما قسمته إلى مستعمر ومستعمر. ألمانيا بلد براغماتي، طبعا هناك مصلحة اقتصادية كبيرة جدا، ومن المحاور التي نقشت طبعا هناك مسألة الطاقة، ومسألة الطاقة أصبحت مهمة جدا بالنسبة لألمانيا خصوصا بعد تداعي الحرب الأوكرانية الروسية. وهنا المغرب يطرح نفسه كبديل لهذه القضايا، أي لحلول لإتاب الحضور في هذه القضايا. مثلا يمكن أن نقول أن نبوب الغاز فقط أستاذ غامبوب، بالنسبة للشراكة المغربية الألمانية فيما يتعلق بالطاقة هي ليست عنصرا بالمطلق جديد، بل هو يعود على الأقل إلى بداية 2010-2011، ثم في بداية 2020 هناك لنقول شراكة يمكن البناء عليها انطلاقا من هذه المرجعيات أيضا، أليس كذلك؟ يا طبعا، ولكن الطاقة أصبحنا ندرك أهميتها القصوى بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الأوكرانية. هناك أصبحت الطاقة هي شيء مهم بالنسبة لألمانيا، علما أن ألمانيا تحاول استثمار في الطاقات المتجددة، وهذا هو المسألة. ولكن الآن كما قلت أنها دخلت عوض الاكتفاء بالعلاقات السابقة بالمشاكل، مشاكل الاندماج، مشاكل الهجرة، مشاكل الإرهاب، أصبحت هناك سنأتي إلى انتقلت إلى عذرا على المقاطعة الصوت لا يصلنا بوضوح أستاذ.